أيضا قول الله سبحانه وتعالى من أسئلة أبي سعد: وبالأسحار هم يستغفرون. يسأل عن الصيغة الشرعية للاستغفار. الاستغفار له صيغ شهيرة، والاستغفار في أصله هو طلب المغفرة من الله عز وجل. إذا قال العبد أستغفر الله فهو يطلب المغفرة من الله عز وجل. ولعل أفضل ما جاء في هذا أن يقول العبد ثلاثا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لأنه جاء في الحديث: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى كل حال الآية جاءت بالاستغفار وأطلقت في مثل هذا، والاستغفار في جملته هو طلب المغفرة من الله عز وجل، كأن يقول استغفر الله، كأن يقول رب اغفر لي، كأن يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كأن يقول استغفر الله وأتوب إليه، فكل ذلك حسن بإذن الله عز وجل. نستغفر الله ونتوب إليه. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميع المسلمين. آمين.